الله بركاته. النهارده هنعمل مع بعض الفرخه بتاعتنا التحفه دي بتتبيله جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. هنروح على الوصف والمقادير بتاعتنا. طبعا عايزه اقول لكم ده يبدوب زي ما انتم شايفين كده تحفه باذن الله ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. يلا بينا على المقادير عشان نشوف هنعملها ازاي. وطبعا ما تنسونيش في اللايك والشير وبشكر كل حبايبي اللي بيحضروا لي شكرا كتير ليهم. ويلا بينا على المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وعافيه يا رب. النهارده هنعمل مع بعض فرخه متبله بطريقه حلوه قوي. طبعا هتغير طعام لان الواحد بيزهق. معايا تتبيله حلوه قوي اقول لكم عليها. معايا ايه هنا؟ معايا معلقتين زبادي كده بالشكل دوت. معايا بهارات كله من قلب البيت اهوت. معايا ليمون اهو. معايا ملح ومعايا معلقه كاري ومعايا نص معلقه بابريكا ومعايا نص معلقه كركم فلفل اسود وكمون والاساسي هنا الثوم ما فيهاش بصل خالص طبعا. ومعايا هنا ليمونه كامله كده بالشكل دوت. معايا ايه تاني؟ معايا كاتشب ومعايا خردل. معايا ايه كمان؟ معايا معلقه عسل. طبعا كل دوت هنحطه هنا اهو. طبعا معايا الفرخه اللي هي البطله بتاعه مغسوله زي الفل زي ما حضرتك شايفه كده. وانا فتحت بين الصدر وبين كل حته وشقتها بالسكينه كده عشان احط فيها ايه، احط التتبيله بين الشقوق دي اللي حضرتك شايفاها دي زي ما حضرتك شايفه كده عشان التتبيله تخش جوه الفرخه وتبقى في كل مكان فيها. يا رب ان شاء الله تجربوا وتعجبكم وباذن الله ان شاء الله هتسنى تعليقاتكم اللي بتفرحني. واللي بيشوفني لاول مره ما ينسانيش بقى ايه يشترك في القناه وينورني. انا دلوقتي هحط التوابل على الزبادي من الفرخه دي كده عشان نركب التتبيله قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى التوابل بتاعتنا اهيت. هاجي بقى ايه اهرس التوم. معايا هرست التوم اهي. طبعا اللي عايزه تفرمه في الكبه تفرمه بس طبعا انا بستسهل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونهرس التوم. انا هخلص هرسه وارجع لكم تاني بس بقول لكم اللي عايزه تدقه في الهون او تعمله في الكبه تعمله كده. هرست التوم وحطيت التوابل على الزبادي. هعمل ايه؟ هعصر الليمون بتاعي على العصاره كده بالشكل ده كده. التتبيله دي حلوه قوي يا جماعه ونجربها تحفه جدا جدا. الفراخ بتبقى حلوه قوي. ساعات الواحد بيبقى مش عايز يسلقها. وطبعا الصينيه اللي هي بالطريقه المعتاده ديت خلاص يعني برضو الواحد يزهق منها. فايه بالطريقه ديت تجربيها اللي اساسها التوم دي ان شاء الله باذن الله تعجبك تحفه جدا جدا اهو بالشكل ده كده. معايا ايه تاني؟ معايا معلقه كاتشب اهو. معلقه كبيره كاتشب كده بالشكل ده. معايا معلقة خردل برضو. معلقة خردل. بسم الله اهو معلقة خردل كده. الخردل يا جماعة مع العسل تحفة تحفة في الطعم. ان شاء الله تجربوا ويعجبكم الوصفة بتاعتي دي. وطبعا مفيش اسهل من كده. وبعدين تسيبيها بقى في التتبيلة. طبعا برطمان العسل بتاعي طبعا برطمان العسل بتاعي ايه مش عايز يفتح زي ما قلت لك قبل كده. احنا بنعلم فلازم تعرفي لما البرطمان ما يتفتحش سواء بتاع الصلصه او بتاع العسل بتاع اي حاجه اهو. حطيت معلقه عسل كده بالشكل دوت. تخبطي عليه بالمعلقه هيتفتح كانه باب مقفول وهيتفتح. طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتنوروني دايما. بشكر الناس اللي دايما منوريني ومشرفيني. طبعا كده التتبيله بتاعتي جاهزه ابتدي اقلبها. طبعا ريحتها هايله جدا جدا ان شاء الله باذن الله تجربوا وتقولوا لي اهيت. شايفين ما شاء الله المنظر بتاعها عامل ازاي. هبتدي بقى ايه انزل بالفرخه بتاعتي. هجيب الفرخه بتاعتي وانزل بيها. الفرخه بتاعتي هي هضربتها وجبتها زي ما حضرتك شايفه كده تتبيله زي الفل. طبعا تظبطي الملح ما تنسيش. هنعمل ايه؟ بصي الفرخه بتاعتي حتى حط رجل على رجل اهي. ان شاء الله باذن الله تجربوا الطريقه وتعجبكم. عامله رجل على رجل عشان هتنزل في التتبيله الجنان دي التحفه الروعه دي.
اهوت زي ما حضراتكم شايفين كده، تتبليها كويس كده. وطبعا ما تنسيش ان احنا عاملين فتحات فيها اهو، تفتحي الصدر ان شاء الله كده وتدخلي التتبيله الحلوه دي كده فيها بالشكل ده كده، عشان تخش في الفتحات اللي احنا عاملينها بالسكينه. وطبعا تدخليها من برضو عند الورك زي ما حضرتك شايفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، تقلب كده عشان نعرف نشتغل اهوت. تدخليها كده في كل حته اهوت، شايفه الفتحه التانية اهو، افتحي الورق كده عشان تدخلي كل التتبيله كده وتاكلي احلى فراخ ان شاء الله باذن الله. الطريقه تعجبكم، انا هسيبها في التتبيله كده ساعتين ونرجع مع بعض تاني عشان نشوف احنا هنعمل فيها ايه وهتستوي ازاي، ولما تستوي هنشوفها. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا قطع الظهر كده بالشكل ده، بس طبعا مش هنرميه، هنحطه هنا اهوت ونتبله برده كده عشان يستوي وتاكلوه بالهنا والشفا مع الفرخه بتاعتنا الحلوه دي اهو. بألف هنا وشفا على قلبكم. انا دلوقتي هغلفها بالبلاستيك فيلم وهركنها جانبا، طبعا احنا في الشتاء مش هحطها في التلاجة، مش مشكلة اهو زي ما انت شايفة كده. طبعا ريحة التتبيلة تحفة جدا، جنان ان شاء الله باذن الله. ممكن برضو تعملي بيها صدور فراخ، ممكن تعملي بيها الوراك زي ما انت عايزة. انا هروح دلوقتي اغلفها وهركنها جانبا ساعتين ونرجع مع بعض تاني عشان خاطر ايه نسوي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي الفرخه بتاعتي قعدت في التتبيله التحفه دي، اللي نفسي قوي تجربوها، يا ريت تجربوها. هعمل ايه، غلفت الصاج بتاعي بالتظبيط كده زي ما حضراتكم شايفين، لازم تغلفوها علشان ما يتحرقش معاكم، واحط عليه كمان ورقه زبده عشان تحافظوا على الدجاجه طبعا من الفويل، عشان تعرفي الفويل قالوا ان هو غلط. هعمل ايه بقى، هجيب الدجاجه بتاعتي واحطها كده عشان ايه ادخلها الفرن على الصاجه، واجيب طبعا كل التوابل دي الجميله دي كده عليها كده بالشكل ده، والريحه تحفه تحفه كده ان شاء الله تجربوها اهوت. وحطيت طبعا الظهر اللي انا قصاه منها، هحطه في ايدي بقى كده علشان نغلفها برضو. اهوت شطفت ايدي كده، نغلفها بقى بايه، هنحط لها برضو ورقه زبده فوقيها عشان خاطر نحافظ عليها من الفويل، عشان احنا هنغلفها بالفويل. حطيت ورقة زبدة صغننة كده عشان نحافظ عليها بس من الفويل، ونجيب الفويل بتاعنا برضو من جواه ونقفل بيه الصينية بتاعتنا زي ما حضرتك شايفة كده. وعلى الفرن على 200 درجة، وكمان شوية كده نص ساعة تخليها على ايه، على 180، هتقعد ساعة في الفرن، ولما تطلع هنشوفها مع بعض عاملة ازاي ان شاء الله بإذن الله. خليكي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي الفرخة بتاعتي التحفة الجميلة دي هي خلصت اهيت، تبارك الله، ان شاء الله بإذن الله تجربوها بالتتبيلة دي وتقولولي. طبعا طعمها وريحتها جميلة جدا جدا، تحفة جدا. طبعا انا شلت القصدير من عليها، ورقة الزبدة طبعا عشان تحمر كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الجمال دوت. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتقولولي. طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. من هنا المره بقول لكم مع الف سلامه، دمتم سالمين دمتم سعداء، مع الف سلامه.